بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب جريد 5، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله النهارده هنراجع على اول 4 ليسونز، من اول ليسون 1 لليسون 4، بعد كده هنراجع على اللي بعد كده. طب يا مستر، هنا كوتش امان بيقول لي ان ذا ديسيمال فراكشن، في الفراكشن اللي قدامك ده او في الديسيمال اللي قدامك ده، بيقول لك ذا بليس فاليو. هتسال نفسك يعني ايه بليس؟ بليس يا مستر يعني البيت، وبيبقى بالحروف البيت بتاع الديجيت 7. طب انا مستر بدور على مين؟ على 7. 7 دي فين؟ في الهول السليم ولا في البارتس الحتت الصغيره؟ لا مستر، في الحتت الصغيره. ايه البيوت بتاعت الديسمال؟ البيوت بتاعت الحتت الصغيره مستر. دول فهمت اتش. اول بيت اسمه تنسز، بعد كده كام؟ هندردز. يبقى انا مستر السيفن طلعت فين؟ مستر السيفن دي هندردز، فاكتب له هندردز وازود ده اتش اس. فانا تاني لو قال لك بليس فاليو البيت، البيت يا مستر بتاع الصغيرين، تنسز حته من 10، هندردز حته من 100، بعد كده ثاوزندز. طب لو في الهول في السليم 1100 جروب الوانز، 1100 جروب الثاوزند، 1100 جروب المليون. انت عارف البيوت اللي عندك. هو غالبا بيجي يسالك على البيوت الصغيره، هتقول له تنسز حته من 10، تنسز 10 وزود لها تي اتش اس. فانت لو في الصغير زود له تي اتش اس. كوتشن 2 بيقول لك ايه في كوتشن 2؟ بيقول لك في الديسم اللي قدامك ده ذا فاليو اوف ديجيت 4، تمن ال 4. طب مستر هو بيسال على مين؟ على الفور. الفور دي كبيره ولا صغيره؟ انا الاول هكتب له الفور اللي هو بيسال عليه. لا استنى يا مستر، دي صغيره فانا هحط لها 0 بوينت عشان اخليها اضمن ان هي تبقى صغيره. طب يا مستر الفور والبوينت في بينهم حاجه؟ مستر في 2 و9، فانا هحط مكان ال 2 0 وال 9 هحط مكانها 0. فطلعت كام؟ طلعت 4000. شكلها هي نفس الشكل، الفور اهي بعيده عن البوينت 2 ديجيت، يبقى هي مستر في بيت 1000، حته من 1000. طيب ذا نكست كوتش بقول لك 500 مستر، 500 ادل 5 100 فيها تي اتش كبيره ولا صغيره؟ لا مستر صغيره، 0 بوينت. طب بيت ال 100 بيبقى قبل البوينت كام ديجيت؟ مستر 100، يبقى انا معايا 2 ديجيت. طب يا مستر مفيش منهم الا 1 ديجيت، يبقى تحط ايه؟ هحط 0. لو حطيته قدام هنا على اليمين بقت 50، انا عايزها تفضل 5، يبقى مستر على الشمال. ذا نكست كوتشن 2000 مستر، هو بيسال على 2 اداه 2 اداه 2 فيها تي اتش، يبقى مستر صغيره، يبقى انا اقوم اعمل ايه؟ 0 بوينت. خلاص عشان اضمن ان هي صغيره بحط لها 0 بوينت. طب مستر ساوزندز، ساوزندز يبقى قبل البوينت كام ديجيت؟ مستر تنسز 100 يبقى 3. طب انا معايا منهم ديجيت، يبقى لسه هحط 200. طلعت كده كام؟ 2000. ذا ديسيمال، الديسيمال اللي قدامك ده از ريد، بقراه ازاي؟ مستر انا هقول له 0 اند؟ لا مفيش حاجه اسمها 0 اند، فانا هقرا على طول الديسيمال كله كام؟ 268. فاقول له 268 كام يا مستر؟ دول صغيرين، يبقى من كام؟ 1000. بقول له 1000 وازود لها تي اتش اس. برافو عليك، يبقى 268 من كام؟ من 1000. طيب اللي بعد كده بقول لك الديسم اللي قدامك ده عايز اعمل له ايه؟ هو جايبه لك باللتر، فاكيد عايزه بالارقام، عايزه ستاندرد فورم. النمبر اللي قدامك ده بقول لك 8 اند 300 مستر، اند انا عارف ان هي البوينت، فالاند دي اللي هي البوينت. خلاص عندي كام في الهول؟ عندي 8 بدل 8. 376 كام يا مستر؟ ثاوزندز، ثاوزندز دي حتت صغيره. مستر يبقى هم في الحتت الصغيره، بس كام قبل البوينت 3 ديجيت؟ وهم هنا 3 ديجيتس، يبقى مظبوطه. اللي بعد كده بيقول لك ايه في النكست كوتشن؟ 500 and 3000 مستر، اند اللي هي البوينت. خلاص 500 يبقى ده 500، 3000 ده 3 يا مستر. طب ال 3 دي عايزهم من 1000، عايزهم حتت صغيره، يبقى قبل البوينت 3 ديجيت، تنسز و 100 و 1000. طب انا مستر من 1000 اللي ناقص التنسز وال 100، في 2 ديجيتس ناقصين، يبقى هي انهي واحده؟ هتيجي تبص هي انهي واحده اللي هي كوتشن 4. برافو عليك. طيب ذا نكست كوتشن بقول لك جايب لك نمبر، والنمبر ده ايه؟ مقطعه بالبليسز بتوعه، وعايزك تكتبه ايه؟ كومبوزنج، تلزقه مستر. دول كام؟ 72، يبقى هنا 72 اند كام؟ 395000. طب يا مستر عايزك دي كومبوزنج تفكه. مستر تعالى نفك الاول 72، يعتبر يعني ايه 72؟ 72 دول هول سلام، يبقى ما فيش فيهم بوينت، ما ياخدوش بوينت، فانا هنا كام؟ 70 بلس 2. طب يا مستر كل اللي جاي ده صغير فياخد 0 بوينت،
خلي حته صغيره 0 بوينت وده 0 بوينت وده 0 بوينت. مستر دي 3 تنسز يبقى لازقه في البوينت، يبقى هنا 3 تنسز اهو. طب هنا 900 اهو، لا 5000 اضل 5 وعايزه 1000 يبقى تحط لها 2 0. برافو. ذا نيكست كوتشن 20 اند 500 20 اند 500. لو جيت شوف هنا مستر 20 و 500 لو جيت تقطعها هتقطع 20 اهو، وال5 دي كام؟ 100 از حتت من 100 انهي واحده؟ 20 اكيد هتتفك 20 بس دي 5 الاثنين هول يبقى دي لا. هنا 200 ازاي 20 هتتفك 200؟ ال 20 هتتفك 2 ازاي؟ لا يبقى هي انهي واحده؟ كوتشن دي. طب 85 ديفايد 10 مستر نمبر بعمله ديفايد على 10 هيزيد ولا هيقل؟ هيقل. يبقى ال 85 هتقل، هتقل تبقى كام؟ هتبقى 850؟ لا يبقى دي لا باينه ان هي غلط. طب انا مستر هي انهي واحده؟ لو جيت تشوف مستر انا هنا في الديفايد 10 يا بتشيل زيرو يا بترجع البوينت. طب انا 85 اهي، فين البوينت اللي هرجعها؟ لو عايز تكتب البوينت وهي مش موجوده وعايزه تفضل 85 زي ما هي، فالبوينت قدام هنا هنا هترجع فين مستر؟ هترجع خطوه تبقى فين؟ تبقى بتوين ال 8 وال 5 يبقى هي انهي واحده؟ يبقى هي كوتشن ايه؟ بكده يبقى الريفيجن بتاعتنا انتهت. ولو انت عايز يوصلك الجديد انزل تحت الفيديو واعمل لنا لايك، ولو انت مش مشترك في القناه شرفنا بالاشتراك في القناه. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.